عودته، نحن بلبنان تنقطع الكهرباء ونرجع منبلش، بس منيح الكهرباء الداخلية منا مقطوعة، هيدي ما حدا في يقطعها. شو ما صار الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كتاب جديد اسمه لتكن مشيئتك والحمد لله، حتى نوصل. هي بس للإسلام، هي بس للمسيحية. صرتوا تعرفوا انه ما بننتمي الى اي دين. قبل كل هالديانات وين كنا؟ انا هوني فاتحه سوبر ماركت على حسابي هونيك. روحوا ابعد 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 من كل دين وكل المذاهب وكل الطوائف وكل المكانات وكل الآلة. انت مش آلة، انت آية. روح بعيد بعيد بعيد. الكتاب خير جليس موجود، واذا ما عندك كتاب، كتاب سيدنا ابراهيم. بس هذا هو المقروء والمنظور. عايش وحدك بصحراء ما في حدا، بتموت ما بتموت. هيدا مرقص معه سرطان عمره 24 سنة ورعى الصحراء وحده وعاش، بس بطل ياكل، بطل يغذي السرطان عنده، حطه على الموقع مرقص وتشوف. فإذا اليوم الانترنت، الانترنت هيدي انر اكسبلوجن، انفجار داخلي، بس فجره. إذا ما كبرت ما بتصغر، خلاص. دايما الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، قال له الثالثة ما بعرف، بس الرابعة ما بضل حدا يخبر على الثالثة. هلا بده يصير في دمار شامل إن شاء الله، اللهم عجل بالدمار الشامل. وكل اللي عملوا حروب وكل اللي عملوا هاي كانوا بالأول مقبوطين جنسية. صار عمره 30 35، هيدا رمز ما شبعته؟ بلا. فوتوا هلا بالحكمة، بعدين لا تتطرف بالحكمة ولا تتطرف بالعلم، على الصراط المستقيم. هذا سر الصليب لحوي فيك. هالصليب هو انه نو ماين، لا بقى تسدوا للفكر. انت غلبت وحبيت وحولته من رجماني الى رحماني، والله خلق الشر والخير. قال له نعم. قال له للخير اهلا بالخير، والشر موت. قال له سو اسمك من غير شر؟ قالت له موطه. حتى كل اللي بنحكي وكل النكت ما نحطها هون، ما فينا نقولها على التلفزيون كلها، ولكن الحمد لله اللي الله هلا رزقني. جيت لارا قاعده ورا الكاميرا وانا بتطلع هيك بس بالكاميرا لاني بشوفكم كلكم فيها. هيك بنحكي مع بعضنا، مع انسان عم نتجاوب معه من القلب. هي لها عشق بهالحق كمان. ايها الحق لم تترك لي صديق، والحقيقه اجت لاهل الحق. كلمه وحده، بذره وحده بتخبر العالم. هيدي حضرة صرتوا تعرفوا، هيدي مش راسي وايدي واجري. مثل هيدي بتعرفين اللي بنصلي او لك الفجل بحبي، قلت لها هي البهل اللي حبك شو عم يعمل؟ انتبهوا، بس تقول اخ فوت على المطبخ، the cure is in the kitchen. قال له وانو كابوتشينو؟ قال له كب بيني. قال له شو هي الدخان؟ قال له نيكوتين. بده هيدا نيكوتين، بده كابوتشينو. قالت لأمه يا أمي قوم روج اتحمم قد ما تغلي المي. قال لي يا أخوة الشر مو تبعتي المي ما غليت. مهضومين المحششين، أحلى شيء أنا بحبهم هول المحششين، إلي زمان ما حكيت عنهم. من سنة الماضية إجا أيوب هون وسجلنا ما بعرف كم حلقة، وهلأ رح تكون كل حلقة برقبتنا بدنا نشيلها وعدينتنا بدنا نشيلها كلها. ما بدنا، بدنا حق، والحق لحوي فيك وفيي، وما حدا في شيله. بيسكروا التلفزيونات بس واليوتيوب ومدري شو مدري ايه. يعني رح كون على السكايب، رح ادرس السكايب، ورح كون بغير مطرح كمان. تحاشونا وين ما بدكم، ما بقى في حدا يسكرنا. المفتاح لحو جوا، فوت على الانترنت ومن الانترنت ومنتواصل. وداعا ايها المرض، وداعا ايها الجهل. الإنسان عدو ما يجهل. كتب العربي كلها موجودة على الموقع. كل جمعة فيني حط كتاب بالإنجليزي، وكل شهر بحط كتاب بالعربي، لأنه بخاف من العرب ومن السلفيين هيك، بخاف من هالكلمة هيك وهيك. بس بالإنجليزي يوميا فيني أحكي كتاب فايد. وصرتوا تعرفوا ما بقرأ إلا أوشو، كوشي، أوشاوا، ميرجاف، أنطون سعادة، هالموحدين كلهم. ميكروبيوتكس يعني كلمة يونانية الحياة الطويلة. انتبهوا، مش الطويلة كل شيء طويل. الآن الأسد بده هنيك الحمار، أسد ملك الغابة، حط فازلين ونيكو. قام الحمار حط فازلين وحط شو معه؟
نعنع. قال له ليش عم تحط نعنع ولا؟ قال له النعنع منيح لزعيمك. اليوم العلم كله مشغول بالهوت دوغ والواوا، دونتس وهوت دوغ. 2% اليهود حكموا العالم، مش بس بالصرمية، بالموت البطيء. 30 سنة لازم يموتوا. كل الأطفال الأدوية فيها أمراض القلبين والأجبين، صرتوا عم بتشوفوا حطوا كتير ناتشرال دوت لاي، يعني حتى الطبيعة صارت كذبة. خلص صرنا منصدق الكذاب ومنكذب الصادق. فإذا أنا هلأ فشيت خلقي فيكم وعم بخبركم، يعني بقيت البحصة، وكل يوم بدي بق مش بحصة، جبل. هالبحصة بتسند الخابية، بس أنت الخابية. كل واحد منا هيك يشوف هو شو بيقدر يعمل. نعم. ما بعرف امبارح تذكرت حدا قال لي بده فخارة، لأنه بده يشرب بالفخار. نعم، لا بقى تشربه ولا بالبلاستيك ولا بالإزازة. الفخار بيرشح، المي اللي على الفخارة مسح وجهك فيه واشرب مي بالفخارة. انت صحتك بالصحن، بصحن الكعبة، بصحن المربع، السر المربع هون، والكعبة فيك والله فيك والألوهية فيك، وبصحتك بالصحن اللي انت ببيتك عم تطبخ وبتاكل. كل المطاعم، ما تروحوا على مطعم بيقدم لك صحن حلو كتير، كمان غير الصحن بس ما غير الخرية. انتبهوا، كلهم عم بيقبضوا من الـ FDA، من أمريكا، من وين ما كان، من الشيطان، من إسرائيل، ومنه من الفكر الشيطاني فيضربوا الأطفال، لأن البي والأم بيبيعوا حياتهم كرمال ولدهم. بيموت موت بطيء. شفتوا اليوم عم بيشوفوا الفراعنة أي مرض كانوا بالخبز المعفن يحطوا على أجره. نحكي أكتر، هاي أول مرة هلأ أول حضرة عم بعملها، أنتوا وأنا ولارا وكلير وكلهم، وبعدين بنبلش. مش عم نسجل، نحن عم نشارك. ايه السجل الذهبي؟ اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. يا حبيب قلبي لو بتعرفوا قصمت لغه اللغات، وين راحتي في خلوتي؟ هلا عن الناس معزله قد ما فيكم بنقاص بقمه العرب. لا تروحوا تشتروا تتهتروا، عدوا بالبيت، منك بحاجه. صرمي وحده بتأديك. أنا سنة الماضي تحممت مرتين أو ثلاثة، السنة ما تحممت. بتشتي الدنيا، بتشتي علي، بتركت مشي. صرمي وحدة برا. وهلأ هيدا اللون اسمه مارون، هيدا ترم الظهر، مشان هيك قال أرحنا يا بلال. بالظهر ما إلك خيل. قال قام الصرصور الصبح هيك لك كريم، جيبولي شي جمل تأكل، لأنه خيله كبير. جيبولي يولا ومال، وجيبولي فارة يعني. بعدين بالظهر ما في خيال، حتى خيالك ظلك بيتركك بالليل، ما في إلا جسدك بفوت معك على القبر. شوف هالسر، قد ايه بيعيش معك هالجسد، بيرجع من التراب إلى التراب، أو بتحرقه مثل بالهند بيرجع رماد. بس بتكون انت احترمته كله، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة. ما بقى ترجع، بتعيش بأمة النور، بالأمة الإلهية. كلنا صرنا قمامة. هذا بيروح على اجتماع القمة. اليوم سألت عن فلان، قالوا لي باجتماع القمة، قمة القمامة. قدامه سيارات وفعل سيارات ومش هيك، لأنه سخيف فرست كلاس. ما شفنا رئيس جمهورية أوروبا ليش قاعد بسكند كلاس؟ يعني رئيس جمهورية قال له ما لقيت ترت كلاس. يا حبيب قلبي، فإذا نقعد هون مع بعضنا، هيدا بيت مر ويم ونور، ما بقى لي ساعة إلا بهالبيت، هيدا بيتنا. وبتجوا بتشوفوا أنتوا إشارات وبشارة لإلك، كل إشارة، وأنت بتصحح جسدك. ليه جسدك عليك حق؟ خذوا كله، هذا هو جسدي، واشربوا، هذا هو دمي للعهد الجديد. ومما يليك من أرضك، ساعتها وقت اللي بهالأرض بتحترمها، هي بتحبك وبتحترمك، وقت اللي بتنزل تحتها. نحن شو حايفين قد ما فيكم بتصيروا هيك على الرمل على الحجار،
مثل ما قال الإمام علي، نقيني ورقيني للناقة. بتصير ولا تعملوا يوغا ولا طريقة مدري شو، ماشي أبدا. جورو يعني جي يو آر يو. إجا جورو على لبنان كان يغتصب الأطفال الأولاد قدام أمهم، اللي أطلع لك يا عالسما وصدعي. وهلأ هكذا ساعات الكشف، نحن سيأتي زمان. إجا الأم تكسب من فرج ابنتها، البي بشغل بنته عمره 14 وابنه عمره 8 سنين. إذا بتشوفه قال لي يا تيتا طيزة البواسير اللي بيطيزه، قال لي بس أنا بعطي 200 دولار بالشهر للكنيسة، يعني إنه بيسامحوا المسيح، بحيث بدي حطهم بالمدرسة وعلمونه. هلأ هيدا زمن الزنا، كتب الزنا على ابن آدم بجميع حواسنا، ونحن كلنا مشتركين، بنعتذر من كل بناتنا من الفنانين والفنانات، بنعتذر منهم بسببنا وصلوا لهم. شلنا السلام عليكم، حطنا السلاح عليكم، وشلنا الواو، حطينا الواو على أيام كندي عملناها وقتلنا مارلين مونرو. وهلأ هالعالم الكبير يلي هون من لبنان، شو عملنا فيه بأمريكا؟ مات بغرفته ما حدا بيعرف ليش، عمره 23 سنة، مثل كامل الصباح. كل عربي عم بينشهر بعلم بفهم، روحوا شلوا قتلوا خفوا غيبوا. فإذا بنقعد إحنا بعدنا هون 15 دقيقة ربع ساعة، بس كل كلمة بزرع زرعوها، كل واحد يزرعها بقلبه، كل واحد يقول أنا بدي أكون الحقيقة يلي بحب شوفها بالعالم. Be the truth that you want to see in the world. رح حط عربي وإنجليزي، أنكليزي وعربي على لغة أهل الجنوب وأهل الشمال، لأنه بفهموش على بعضهم. قال جوز أبو العبد من العبد من الجنوب من عشية، قالت له أبو العبد أنت متعشة؟ قال له أنت متل آيرة مهضوين. هلأ المحششين ما فيني أخبركم، كلنا هيك بنضحك وبننبسط. والضحكة هي ريلاكسيشن، أورغازم، نشوة كونية. كلنا بدنا نشوف إنه مين منا بيقدر يكون بهالحضرة اللي نحن فيها على السكت، ما حدا يزعج التاني. تحسوا إنه هيدي حضرة وعم تقلي لارا إنه خلصت، وقلكن باي باي. وباي باي يعني مش باي يشتري وباي وروح. نحنا مجتمعين، be or not to be، نكون أو لا نكون. قالوا نكون.